السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس العبير الأهلية، مرحبا بكم. اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سندرس سويا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أيها الأحبة الكرام هي أول سورة نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 7 آيات. وللعلم البسملة ليست من الفاتحة، ولذلك على أرجح أقوال العلماء ولذلك على هذا القول من ترك البسملة في الصلاة فصلاته صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. عندما نتحدث عن فضل السورة، هي أعظم سورة في القرآن، لا يصح الصلاة إلا بها، وهي أم القرآن. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله سبحانه وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها الأحبة الكرام، تعددت أسماء سورة الفاتحة بأسماء عديدة، فهي أم القرآن، فهي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم، وهي سميت أيضا بالفاتحة. فلو سألنا سؤال: لماذا سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم؟ لأنها فاتحة الكتاب وأول سورة ذكرت فيه. وتسمى أيضا سورة الحمد، فلماذا؟ لأن الحمد أول مذكور في السورة. قبل أن ننتقل إلى جزئية أخرى، لو فتحنا الكتاب صفحة 42 في النشاط، اذكر ما تعرفه عن سورة الفاتحة، نكتب سويا الإجابة: السبع المثاني وأم الكتاب، وهي أعظم سور القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بها. في صفحة 43 في نشاط آخر: دون أسماء أخرى للسورة من خلال الأحاديث الواردة في فضلها. لو قلنا هي أم الكتاب، السبع المثاني، أم القرآن، أو نقول عليها في رقم 3 القرآن العظيم. طيب، ننتقل إلى جزئية أخرى يا شباب، ألا وهي موضوع أو موضوعات سورة الفاتحة. أولا، سورة الفاتحة ذكرت أنواع التوحيد الثلاثة، وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. سورة الفاتحة من موضوعاتها تذكرنا بالبعث والحساب والجزاء. أيضا تحذرنا سورة الفاتحة من طريق المغضوب عليهم والضالين، وتحذرنا من أن نهج نهجهم أو نحذو حذوهم. بكده انتهينا الدرس الأول من سورة الفاتحة.
وننتقل إلى التقويم صفحة 44. السؤال الأول يقول: على ما يدل كثرة أسماء سورة الفاتحة؟ يعني أسماء سورة الفاتحة كثيرة، فعلى ما يدل ذلك؟ على عظمتها وعظيم أجرها. علل: بطلان صلاة المنفرد أو الإمام والمنفرد عند ترك قراءة الفاتحة، لأنها واجب في الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها. تسمية سورة الفاتحة بالحمد، لأن الحمد مذكور في أول السورة. جواز ترك البسملة في الصلاة، لأنها على أرجح أقوال العلماء ليست آية أو ليست من الفاتحة. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الدرس الأول من سورة تفسير سورة الفاتحة. لو انتقلنا إلى الدرس الثاني اللي هو صفحة 45، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد البسملة، نجد سورة الفاتحة قد كتبت أمامكم: الحمد لله رب العالمين. الثناء يا رب والمدح والمحبة والتعظيم ثابت لك يا الله دون أحد من خلقك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. رب إذا ذكرت بدون الألف واللام، بدون الألف واللام، تعني مربيهم ومالكهم ومدبر أمرهم. إذا ذكرت بالألف واللام فالمقصود بها الله سبحانه وتعالى. رب العالمين أي رب جميع العوالم من الإنس والجن والنبات والحيوان والشجر وما إلى ذلك. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صيغتان للمبالغة، وقد ذكر بعض المفسرين أن الرحمن تشمل جميع من على الأرض، البر والفاجر. أما الرحيم يختص بها المؤمنين من عباد الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد أي نصرف لك العبادة وحدك يا الله. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وارشدنا إلى الصراط المستقيم اللي هو الطريق الواضح المبين. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم، أي أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ هم الملائكة والنبيين والصالحين رضوان الله عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي جنبنا يا رب طريق الذين غضبت عليهم وقد أعرضوا عن الحق، فجنبنا يا رب هؤلاء. ابن الفاضل، معك معاني الكلمات، فمن الممكن أن نكتبها: الرب أي مربيهم ومالكهم، إياك نعبد أي نصرف العبادة لك وحدك. في صفحة 46: اهدنا دلنا وارشدنا، الصراط المستقيم أي الطريق الواضح. صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق الصالحين أو طريق الملائكة والنبيين والصالحين رضوان الله عليهم. هذه الآيات المباركات في سورة الفاتحة مملوءة بالعظة ومملوءة بالبشارة ومملوءة بأفضال الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد هذه وأحكام هذه السورة إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة البالغة، فهو الرحمن الرحيم. كلمة رب كما قلت لكم من قبل، لو وردت بأل فهي لله فقط، لو وردت بدون أل فهي ممكن أن تأتي بالسيد المربي. الدين المقبول عند الله والإسلام. طبعا قلنا من قبل: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل.
بعض يعني هنقول بعض الأشياء في سورة الفاتحة، ثم ننتقل إلى النشاط. الحمد لله رب العالمين. نحمد من؟ نحمد من يستحق الحمد، لأنه مالك لكل هذا العالم بأثره، كعالم الإنس والجن والنبات والإنسان والطير والحيوان. فنحن نحمد ونكن لله الحمد والجميل والمحبة والتعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى رب كل العالمين. ثم يقول المولى عز وجل: فهو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه سابقا برب العالمين، فلا بد أن يكون هو الذي يملك يوم الدين، فلأن الله سبحانه وتعالى قد أتى بيوم القيامة للحساب والجزاء والثواب، فهو الذي يملك يوم الدين وحده دون غيره. ثم ننطلق إلى الآية الخامسة: إياك نعبد، أي نختص بالعبادة وحدك يا الله، فإياك تفيد الاختصاص، ونعبد فعل مضارع يفيد الاستمرار. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تكون الاستعانة إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قادر، أي نطلب العون منك وحدك يا الله. اهدنا الصراط المستقيم، يا رب جنبنا طريق، أو اهدنا الصراط، دلنا على طريق، الطريق المستقيم، الطريق السوي، الطريق الذي يرضيك. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط، هذه بدل، صراط الذين أنعمت عليهم الذي من النبيين والملائكة والصالحين. وليس صراط، وليس طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، معناها يا رب اهدنا الطريق الصحيح وجنبنا الطريق الذي لا يرضيك. الابن الفاضل في النشاط صفحة 47، السؤال، النشاط يقول: أوردت الصورة انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام، بين ذلك. القسم الأول هم الذين أنعم الله عليهم، القسم الثاني المغضوب عليهم، القسم الثالث هم الضالين. النشاط الثالث هو الأخير، صفحة 47، جاء في الصورة بيان أنواع التوحيد. أنواع التوحيد، أنا قلت من قبل أن التوحيد ألوهية وأسماء وصفات ربوبية، فأين توحيد الألوهية في الآيات؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذه توحيد ألوهية. توحيد الأسماء والصفات: الرحمن الرحيم. توحيد الربوبية: الحمد لله رب العالمين. لو انتقلنا إلى صفحة 48 إلى التقويم، السؤال الثاني، قال الله تعالى: مالك يوم الدين. لما كان تخصيص الملك بيوم الدين؟ بيوم الإيه يا شباب؟ بالدين، لأن الله أخبر من قبل ذلك بأنه رب العالمين. فإذا كان الله رب العالمين، هو الذي يمتلك كل ما في الوجود، فهو أيضا هو مالك يوم الدين، هو الملك المتصرف في يوم الدين، لأنه هو الذي خلق الخلق وقادر على إحيائهم وبعثهم ونشورهم للحساب والجزاء. السؤال الثالث، اذكر فائدة من قوله تعالى: إياك نعبد. أقول: إفراد الله بالتوحيد والعبادة. الابن الفاضل، بفضل الله سبحانه وتعالى، انتهينا الآن من تفسير سورة، التفسير الموجز لسورة الفاتحة، ثم ننتقل إلى النشاط الذي أمامكم الآن. فسر قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ما معنى الصراط المستقيم؟ اذكر فائدة، وهذه الإجابة أمامكم. إجابة نشاط رقم 2: الحمد لله رب العالمين، أي الثناء الجميل والمدح لله. ما معنى الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصالحين. والإنسان يصل إلى، وكيف يصل الإنسان إليه؟ إلى الصراط المستقيم، يعني بطاعة ربه ومراقبة الله وخشيته، وأن لابد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك،
فلا بد من مراقبة الله في السر والعلن، واعلم بأن الله قادر وأن الله سميع عليم وأن الله يراك، فلا بد من مراقبة المولى عز وجل. اذكر فائدة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك إياك نعبد، فالفائدة ألا وهي توحيد الألوهية، التوحيد إفراد الله بالتوحيد والعبادة. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الحصة القادمة ستكون في تفسير سورة الأعراف، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات مدارس العبير الأهلية القسم الثانوي.